تمت الموافقة على المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العالمين الجديدة. غرب يعني في اتجاه مطروح. معانا على التليفون سيادة المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. المشروع ده إيه؟ أنا بالنسبة لي أشوف العالمين الجديدة أبتهج باللي هي فيه ده. مدينة عالمية بحق يعني. نعم نعم. هتطوروا ايه تاني؟ هو امر يبقى في هذه الاتجاه يعني. قول لنا يا فندم، ايه موضوع التطوير اللي هيتعمل في المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب العالمين الجديدة؟ طبعا مبدئيا هو امتداد مدينة العالمين. يعني مدينة العالمين هي المفروض 15 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط. مدينة العالمين الحالية في 7 كيلو. المخطط الجديد بيهدف لامتداد 7 كيلو آخرين يعني على امتداد الساحل اتجاه مطروح وطبعا ناحية الجنوب. طبعا هذا المشروع هو يهدف الى وضع نموذج جديد في يعني في تنميه الساحل الشمالي. عظيم. دايما الساحل الشمالي مشكلته انك انت عندك مجموعه قرى يعني بتبقى مأهوله بضعه شهور في العام ومقفوله بقيه السنه وما فيهاش خدمات صندوقيه، معظمها ما فيهوش خدمات صندوقيه. فانت يكون عندك مكان أو عملية الإيجار بتبقى عملية صعبة وملهاش آليات محددة. الهدف إنك أنت تعمل منتجع سياحي متكامل أو مدينة سياحية متكاملة في المنطقة الغربية من مدينة العالمين. اللي هم السبعة كيلو دول. اللي هم السبعة كيلو دول. حلو. يعني على الساحل ومنطقة بقى الامتداد ناحية الجنوب. بالظبط. هو طبعا المشروع نقدر نقول ان هو له مجموعه محاور يعني او المخطط العام له مجموعه محاور. المحور طبعا السياحي اللي هو برضه بطبيعه الحال اقتصادي في نفس الوقت. طبعا انك انت بيبقى عندك يعني المشروع بيهدف الى انشاء 30,000 وحده سكنيه وفندقيه ما بين بقى وحدات سكنيه ما بين فنادق متنوعه ما بين وحدات اسكان فندقي. ده المحور الاول. أيه. وطبعا بيخدم على هذا الكلام بقى منطقه ترفيهيه وتجاريه ونادي ومطعم عائم وخلافه، كل ما هو يخص المشروع بحيث ان هو يكون متكامل. الجزء الثاني هو الجزء الثقافي، لان في المخطط المشروع ان يبقى في حديقه تراثيه، ممشى تراثي، تحت سنون، متحف، مسرح. ومع كل هذا التصميم بيعتمد على يعني فكره مدن الجيل الرابع، انك انت يبقى عندك عنصر الاستدامه، انك انت بتعمل مباني ذكيه، بتعمل محطات اعاده معالجه مياه وتستخدمها في الري، وسائل نقل امنه. فهو ده الفكره العامه بتاعت المشروع. والحقيقه فيها يعني الهدف الرئيسي انك انت بتستخدم يمكن منطقه يعني هذا الموقع متميز للغايه، يمكن اكثر موقع متميز على ساحل البحر المتوسط. يعني انت يمكن ما تلاقيش ميه ولا رمل يعني بالمواصفات والجوده بتاعت هذه المنطقه، وبالتالي يعني الاستثمار الجيد ليها وانك انت تجعلها مخطط سياحي سواء للسياحه الاجنبيه، وده طبعا قوي الكلام ده دخل ويوفر فرص عمل، او سواء للسياحه الداخليه، لانك انت يعني على الساحل على يعني في الساحل الشمالي بيبقى صعب انك انت تلاقي اوتيل مثلا يعني باسعار مناسبه. الضغط على الفنادق عالي جدا في الساحل الشمالي مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الغرفه الفندقيه لليله واحده، ارتفاعات تخض يعني. فلو انا زودت عدد الغرف الفندقيه هيبقى ساعتها السعر في متناول شرائح اخرى.
بالظبط، هيبقى في متناول شرائح اخرى، ويبقى زي فكره يعني المنتجعات السياحيه في البحر الاحمر اللي هي طيب ده هيخليني اسال سياده المستشار، انه اولا اول سؤال يجي على بالي، هل ده هيبقى استثمارات مباشره من الدوله مننا احنا مصر، ولا هتبقى استثمارات مطروحه امام القطاع الخاص، ولا مشاركه ما بين الجانبين؟ يعني هو احنا في هذه المرحله تم اعتماد المخطط العام فقط، يعني المرحله اللاحقه مساله بقى التنفيذ يعني ما زال لم يتم التطرق اليها، لكن التخطيط والتصورات هتبقى احنا، التخطيط والتصورات، لانك انت يعني بتعمله هدف بحيث ان هو يدر عائد ودخل يعني لمصر عموما. حلو، هل ويمكن ده هيبقى سؤالي الثاني، انا مش عايز اطول على حضرتك والله، انا عارف انه اكيد بتنام بدري جدا، احنا بتوع الليل واخره، ف هل احنا عاملين خطه وتصور لتسويق العالمين سياحيا في الخارج طوال العام؟ اللي احنا شفناه الصيف اللي فات العالم عالمين حدث عظيم، حطينا على الخريطة، يعني العالم عرفنا، خطة التسويق بقى. يعني بالتأكيد أصلا خطة التسويق هي طبعا يعني جزء أساسي في التسويق لهذا المشروع، بس طبعا احنا يعني خلينا يعني بنتكلم في مرحلة. أيوة. انت لسه مرحلة المخطط العام للمشروع، لكن طبعا بيبقى في خطه تسويقيه في الخارج وفي الداخل بالتاكيد، لان يعني انا عايز اقول ان المقومات اللي بتتمتع بها هذه المنطقه غير طبيعيه، يعني هي تجتذب اي سائح بكل المقومات اللي فيها، وممكن يبقى فيها الكثير من الانشطه اللي هي التكميليه للمجال السياحي، يعني المجال السياحي. فخطه التسويق هي ايضا في مرحله لاحقه، ما اقدرش اقول ان في خطه تسويق حالا، لان يعني لسه فقط تم اعتماد المخطط العام للمشروع. ايوه، ولكن بالتاكيد الخطه التسويقيه هي مكون اساسي في التسويق للمشروع. طيب، يعني دايما ضخوا لينا كل المعلومات التي ترد يا سياده المستشار، هتبقى على قلبنا زي العسل. ولو بقى في صور، في حاجات زي احنا، يعني انا واحد من الناس، من اكتر الناس المتحمسه على الاطلاق لمساله العالمين والتسويق السياحي للساحل الشمالي الغربي ده كوجهه سياحيه عالميه على مدار العام. فارجوك كل حاجه تيجي لسيادتك ارجوك ابعت لنا، وسوف تجد ما يسرك. اشكرك جدا يا استاذ يوسف. الله يخليك يا فندم. هي بالتاكيد لما بيبقى في اي حاجه يعني جديده في هذا الموضوع ان شاء الله تكون متاحه، لان هو الحقيقه يعني هو يعني مشروع ايضا يعني عايز اقول ان هو مشروع متكامل، ويعني يحقق الكثير من الفوائد يعني طبعا الحقيقة. طبعا اشكرك جدا سياده المستشار، كل الشكر لسياده المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء.